بصي بصي ايه يا راجل، قاعد مع مرته ولا هو هنيه ولا هي عوريولك اشاور لك عليه بس ما بصيش مره واحده. ماشي هنا ما بصيش. بقول انا بقول ايه بشوفه هو فين. ما بصيش ياخد باله. فانا بقول لك ايه، الطريقه اللي بنبص بيها على الناس عايزه حرفيه، ليها تكنيك. كيف يعني؟ يعني مثلا نقي حد وهيبص لك عليه من غير ما ياخد باله. بص على البت دي. ماشي بصي، وأصعبها على نفسي أكتر. ها هتشوفها كيف يعني؟ ليه طريقة، احنا بنبدأ بحاجة طبيعية ونسرق النظرة. شوفي كيف. ايه ده؟ ايه يا أستاذ؟ في حاجة؟ لا مؤاخذة. بتصورني؟ تعالى صورني. لا ما مؤاخذة، ما قصديش حاجة. لا مؤاخذة. فهمتي؟ انت بتبص لها كده ليه؟ واه انت نقيتي حد عشوائي. لا لا لا، انت طولت في البصه. والله العظيم ما طولت. طولت في البصه يا كبير. دي كانت جزء من الثانيه، ده انا يا دوب عملت كده. انت تاني؟ والله العظيم ما قصدي، والله ما عاجبني انك كلام. ما خلاص يا استاذه، ما قال لك مش قصدي. نحن الان ايها الساده المتابعين مع الحدث الذي هز عرش التيك توك، الحدث اللي هيخلص لكم باقاتكم ويوجع السيرفر. نحن الآن مع الحدث اللي مستنيه أكتر من 3,849,000 كي متابعين الست شروق كلنا سوا، و1,240,000 كي متابعين سيدوني. نحن الآن في حفل خطوبة الست شروق كلنا سوا وسيدوني. يلا بينا نهتك خصوصيتهم ونعيش معهم اللحظة ونشوف إحساسهم إيه بالخطوبة. أيوة أهلا، يكرم بيت سنينك صدقا. ست شروق كلنا سوا. حبيبي يا هجرس منور الدنيا. عاوزين نعرف كلنا سوا إحساسك إيه باللحظة دي. أولا أنا أحب أرحب بكل المتابعين بتوعك اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي لايف، وأقول لهم يا جماعة شدوا الهدايا شوية عشان الدنيا ناشفة خالص، وأقول لهم إن أنا متوترة جدا 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 وبجد مش عارفه اليوم هيعدي ازاي. ادعوا لي بليز كلكم بامنتكم بالله. ان شاء الله الليله تعدي على خير وما يديش الاكس ويبوظ الدنيا. ايوه اهلا وسهلا. وانت يا سيدوني؟ مش ناقص قرف اللي فيا مكفيني وتعبان. انا بستنى لايف. لايف يا سيدوني. هو مش وقته يا ادرس. قول لي يا سيدوني، حسيت بايه اول لما تأثرت انا؟ يعني انت كنت شايف انك هتقدر توصل لقلبها؟ اه كنت شايف ان هقدر اوصل لقلبها. ما كانش فيه مخاوف ولا؟ ما كانش فيه مخاوف. طيب اجواء الفرح عداك؟ الاجواء بتاعت الفرح عجباني. عجباني اجواء الفرح. يعني مثلا الويدنج بلاير عمل اللي انت قلت له عليه؟ لا انا عايزه بالظبط. ولا قصر في حداد؟ قصر شويه. قصر في حاجات. حداد بسيطه ولا حاجات بسيطه؟ ولا حداد جامده جدا؟ وحداد جامده جدا. طيب يا سيدوني، لما رحت لابوها البيت قابلته؟ قابلت ابوها. كان استاذ سعيد. استاذ سعيد. طب الموضوع مشي عادي؟ ماشي عادي. اه ماشي. كل حاجه كانت طبيعي الحمد لله. اه كل حاجه. ما كانش فيه مخاوف؟ طيب لا فيش مخاوف خالص الحمد لله. طيب انت شايف ان احسن منك في المحتوى اللي بقدمه يا سيدي؟ احسن مني في المحتوى اللي بقدمه. يعني لو دخلت معاك تحدي هدشملك؟ هدشملك ايه ده؟ يا حيوان ده يا سيدي. انت بتسرسبني وانا سرحان بتسرسبني؟ امشي هنشوف اي حاجه دلوقتي. ودي تصريح ان انا هدشملك. اهلا وسهلا، اتفضلوا منورين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. معلش بس لحظه، الفلوس يا ريت بس تديها لماما بعد اذنك. اتفضل اتفضل. شكرا شكرا. ماما هتجي لكم دلوقتي. قلبي. مين اللي كنت واقفه معاهم دول؟ دول واحد من الرعاه. رعاه البقر؟ ايه ده؟ كاوبويز؟ لا بقر ايه يا جوني؟ دول السبونسر. سبونسر؟ ايوه السبونسر. لقيتهم فضلوا رعاه. ما علينا، المهم الناس دي عندهم مصنع مسحوق غسيل جامد جدا اسمه ابو لمعة جنان، دفعوا رقم حلو قوي بصراحه، مقابل يعني ان انا وانت نعمل فيلم كده اثناء الخطوبه والمقطع هيتشير جامد عشان هيحصل فيه فضيحه. الفضيحه كالاتي: الراجل هيدخل علينا بالشربات والدبل، هتروح انت دلق عليا الشربات، فانا هروح شتمك ضربك بالقلم. ثانيه واحده تضربي مين بالقلم؟ هضربك بالقلم بس مش بجد. انت بقى تروح مطير الضفاير دي كده كاني بقى ضربتك قلم جامد. ماشي. وبعد كده هنروح معيط، انت تروح معيط وتقول انا اسف، خلاص انا هجيب لك ابو لمعة جنان يطلع لك البقعه ونفرح كلنا ونخلص الليله دي على خير. لا لا لا، انا مش هقدر اعمل الكلام ده. مش هعرف اعمل الشربات دخل والدبل دخل وانا بلغت امي بكل حاجه. مش هعرف. هتعمل الكوبايه جايه اهي، الشربات جاي. يلا يلا يا جوني عشان الشربات. تسلم ايدك. ثانك يو ثانك يو. يلا حبيبي. ما تهزريش. يلا حبيبي. شروق اطلق عليا البتاع ده، مخلي لسه كتير.
الكبير هيذبحني لو عملت كده. طبعا. ايه ده؟ مش تاخد بالك؟ ايه يا اخي؟ ايه؟ ايه ده ما بتفهمش؟ سوري بوظت المشهد؟ ده اللي انت عملته ده سبيتي. معلش يا جماعه انا اسف بوظت المشهد. ممكن اعيد من الاول؟ المفروض ان الشربات بيجي مدلوع عليها فبتديني بالقلم فبصالحها بالمسحوق. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لايف هتبوظ الدنيا. سوري لو بوظت الاعلان. سوري للسبونسرز. واضح اني بوظت الاعلان وبوظت كل حاجه. بس خلاص مش فارقه. انت بتهزر صح؟ بيهزر. بموت في هزاره، بموت في هزاره. انا بتكلم جد على فكره. مبدئيا كده اللحظه اللي انتوا شايفيني فيها دي دلوقتي دي اصدق لحظه في كاريري كله. كل اللي فات كان فيك. كله. انا شاب عادي. طاقت في دماغي اعمل شويه فلوس واتشهر. لما قعدت ادور لقيت ان المحتوى التافه هو اكتر حاجه بتحبوها بتموتوا فيه واي حاجه ليها معنى بتعملوا لها سكرول وده اللي زقني على فكره على السكه دي. انتوا خلاص الموبايل بقى افيون عندكم. اول ما تصحوا من النوم اول حاجه تبصوا عليها وبالليل قبل ما تناموا اخر حاجه بتشوفوها الموبايلات. واللي في النص بتتابعوا الناس اللي زي انا والشروق. حياه تافهه فيك انتوا حابين تصدقوها. احنا بقينا لما بنسافر دلوقتي بنسافر عشان نصور السفرية مش عشان نستمتع بيها. ولما بنطلب اكل بنطلبه عشان نصوره مش عشان ناكله. بنستلذ باللايكات اكتر من الحياة الحقيقية. اعملوا اي حاجة تاني. الدنيا فيها حاجات كتير ألذ من الاشكال اللي زينا. انزلوا اكتشفوا الطبيعة اللي ربنا خلقها. انزلوا اكتسبوا خبرات حقيقية تفيدكم. اخرجوا تعرفوا على بعض زوروا بعض. اتعلموا اي حاجه. انتوا عارفين لو النت قطع عليكم في يوم من الايام اقسم بالله العظيم لا تلوصوا. هتكتشفوا ان ضيعتوا حياتكم كلها في ولا حاجه تفاهه. بس الوقت ده كله لو كنتوا استثمرتوه تتعلموا حاجه قد كده كان زمانكم بقيتوا اساتذه فيها. انا عارف كويس قوي ان اللي عملته دلوقتي ده نهى كاريري خالص على السوشيال ميديا. بس I don't care. وملايين الفولورز اللي عندي مش مهم خلاص. وكل اللي فارق معايا دلوقتي عيلتي وكم صاحب حقيقي. anyway انا من النهارده خلاص قررت احرر نفسي. مش هبقى كلب اللايكات انيمور. ومن الاخر مش هبقى سنة فريتش. سوري يا كبير. ولا يهمك يا ولد ابوي. الحمد لله على السلامة. المهم انك فقت. فاق. ولسه بقى لما يسمع المفاجأة الجديدة هيفوق أكتر. لسه لما أطلع دلوقتي على الاسم وأقدم الكمبيالات اللي بخمسة مليون جنيه اللي أنت ماضيهم لي وأوديك في 60 داهية. زي ما أنت وديتني في 60 داهية. وحياة أمي ما هسيبك. كمبيالات إيه دي؟ عندي أنا يا كبير الموضوع ده. أنا المسؤول وأنا اللي هحله. وانا ايه وانت ايه يا ولد ابوي؟ وفي بين الاخوات انا وانت يا رجاله؟ انتوا بتعملوا ايه؟ لموا لي الموبايلات اللي هناك كلها وتحفظوا لي على المعازيم لحد ما نشوفوا حوار الكمبيالات ده.